نحن ان شاء الله قراب باش اننا نديروا الافتتاح. افتتاح غيكون متميز لانه كيحمل الدوره ديال بوشعب البيضاوي. وبشعب البيضاوي يا سلام راه معروف يعني الثقافه الشعبيه المغربيه كيف كانت الكوميديا وكيف كان الغناء وكيف هذا. بغينا نجمعوا الماضي بالحاضر وحتى الناس الشباب ديالنا والجامعيين ديالنا يفهموا على ان ما يمكنش شي حاجه كتجي من الفراغ، راه كان واحد التراكمات. والان حنا كنحاولوا اننا الجسر نمدوه مع الماضي ديالنا. هذه من جهه كاين تكريمات اللي غتكون في المستوى ان شاء الله. عندنا فنانه وازنين بحال سعيده شراف غتحضر معنا ان شاء الله كون التكريم ديالها، هدى صدقي كذلك الفنانه المتالقه معنا، العروسي فاطمه الزهراء العروسي الفنانه الرائعه والطروبه اللي غتكون حاضره معنا. كاين معنا الاستاذ احمد ابو عروه السيناريست والمنتج واللبق والرجل الجميل، ومعنا كذلك عبد اللطيف سكارجي كذلك حاضر معنا الصحفي المتالق، ومعنا الفنان الغزال المتميز اللي هو مصطفى هنيني اللي غيكون معنا. سعيد اليوم انني كنتكرم في مهرجان الدولي للضحك في دورتي 17. سعيد ثانيا انني كنتكرم في دوره بوشعيب البيضاوي رمز من رموز الكوميديا والاغنيه المغربيه، ومن خلاله كنكرموا البشير العلاج ومفضل الحريزي المارشال قيبو العيطة المرساوية. ثالثا كنتكرم وسط واحد المجموعة ديال الوجوه اللي لالا فاطمة الزهراء العروسي، لالا سعيدة شراف، هدى صدقي، عبد اللطيف سكارجي، والكوميدي الجميل مصطفى هنيني. ايضا رابعا كنتكرم من طرف جامعة الحسن الثاني كلية عين الشق جمعية فن ابداع وثقافة. سادسا كنتكرم بحضور رابطة جمعوية بلادي اللي فرحت بحضورهم اللي عطاو واحد الإضافة للحفل ديالنا. تكريم وسط واحد الوجوه اللي نشطت الحفل ديالنا، الناب سيد عبدو، طلبة من كلية عين الشق في حقيبة الضحك وفي قافلة الضحك، لما كانت جميلة جدا. وإن شاء الله نعيشوها في دورة 18 إن شاء الله، ويكون المهرجان زاد اختر. بكل تواضع ابن مدرسة أنفاس بريس، ولكن اليوم ماشي كمراسل، اليوم ككوميدي غنكون فوق خشبة مهرجان الدولي للضحك مدينة الدار البيضاء الدورة 17. هذا المهرجان اللي كنت لعبت فيه مسابقة في 2013 وكنت من الفائزين في هذه المسابقة. اليوم كنلعب ضيف شرف مع ألمع نجوم الفكاهة، وليا شرف يعني كنشكر مؤسس هذا المهرجان هو السي بورجي، كذلك المدير الفني السي عبدو السيد يعني على الدعوه هذه. وليا شرف انني نكون مع هذه الفنانه ونكون يعني مع هذا الجمهور الزوين اللي نتمنى نكون عند حسن الظن ديالهم، وكذلك في الدوره المرحوم يعني من رواد العيطه السي بشعيب البيضاوي رحمه الله. اليوم حنا كنتواجدوا في حفل لتكريم مجموعه ديال المبدعين، حفل اللي هو يعني تحت اشراف مهرجان الدار البيضاء للضحك. سعيد جدا بوجودي ضمن الفنانين وضمن المبدعين، امثل الاعلام بطبيعه الحال، انا محتفى بي ومكرم لاول مره بصفتي اعلامي وبصفتي صحفي. وكنشكر القائمين على هذا الحفل، كنشكر كل المنظمين، وجد سعيد ولكامل الشرف على انني اتواجد بين الكبار في هذه الليله. سعيد جدا انني اليوم متواجد في 17 إديسيون دو فيستيفال انترناسيونال دو ري دو كازابلانكا، واليوم المشاركة ديالي غتكون متميزة بحكم أن الدورة هي دورة روح الفنان بشعيب البيضاوي، وأنا معروف بتقليد بشعيب البيضاوي سواء في التمثيل ديالو أو في العيطة، وموجد واحد سكيتش بالصوت ديال بشعيب البيضاوي اللي غيكون إن شاء الله افتتاح المهرجان. والمهرجان كيعرف واحد القفزه جميله جدا بحضور تكريم بزاف ديال الفعاليات الفنيه، لا سواء الممثلين او المغنيين، كاين السي بوعروه، كاين هدى صدقي، كاين مصطفى هنيني، وكاين سعيده شرف، وكاين فاطمه الزهراء العروسي. اذا كاين واحد مجموعه من الفنانين اللي غيكونوا مكرمين اليوم في هذا الفيستيفال، هذا الملتقى الفني الرائع في الدوره 17 ديالو. باش نقول لك بانه هذا ماراثون، وفي الفتره يعني الربيعيه ديالو 17 العام راه هو لو برينتون ديال هذا الفيستيفال انترناسيونال اللي طبعا كيتلاقاو فيه لي زوموغيست والفنانه باش يحيوا الضحك اللي هو بحال قلتي واحد الماده رائعه كتفوج
على النفس ديال بنادم. وحنا سيدي هنايا جايين بالضحكة ديالنا والابتسامة الرائعة ديالنا باش نتلاقاو مع الإخوان الفنانة، وغادي تكون سهرة إن شاء الله انطلاق هذا المهرجان. هذا الوقت بدات كنتمنى السعادة والهناء للجميع. كنتواجدوا حاليا بالمركب الثقافي أنفا اللي غتكون فيه انطلاقة ديال الدورة 17 ديال المهرجان الدولي للضحك، المنظم من طرف مقاطعه أنفا مشكوره، وغادي نشارك الى جانب اخوه ديالي الفنانين والفنانات بقطعتين، وحده من انتاجي وهذا ديال باك صاحبي، والاخرى ديال الله يمنانا ديال المجموعه الخالده الناس الغيوان. فانا جيت سعيد بالتواجد ديالي هنا، وكنتمنى للجمهور الحبيب بعد كل هاد الكوارث اللي عشناهم هاد عامين ونص انهم من حقهم يجيو يضحكوا شويه ويشاركونا الفرحه، وهي ذكرى واحتفاء بالمرحوم بوشعيب البيضاوي، هذا الرجل الفنان اللي عطى الكثير كثير الاغنيه ديال العيطه. فاليوم كاين واحد يعني الدوره دايره كلها حول هذا الرجل هذا اللي عطى الاغنيه اللي كان سبب في اثراء يعني الخزانه المغربيه باغاني العيطه الجميله. فجيت سعيد، فشكرا لكم. تحياتي. الوجود ديالي بحال الوجود ديالك، لان انت انا من المكرمين. انا جيت سعداء اننا نشاركوا في المهرجان الضحك الدوره ديالو 17. كنشكروا الناس المسؤولين على هذه الدوره واللي اشتغلوا كثير باش ينظموا هذا الحفل الافتتاحي. فاحنا جيت سعداء اننا نتواجدوا ونحضوا بالتكريم رفقه مجموعه ديال الفنانه المغاربه اللي عندهم بصمه كبيره على المجال الفني.